أهلا بكم من جديد. ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تداولاته على مدى الأسبوع مدفوعا بصعود أسهم قطاعي الصناعة والبنوك ليحقق انتعاشا بالسيولة بصورة ملحوظة. التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم وحدة الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة 39 مليون و717 ألف سهم، وقد بلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين و500 ألف و5 دنانير، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 367 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة. ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية. وعلى مستوى الشركات فقد جاءت مجموعة البركة المصرفية في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني شركة ألمنيوم البحرين ألبا. رفع مساهم الرئيسي ملكيته في مصرف الخليجي التجاري المدرج ببورصة البحرين لتصبح 7.84%، وقام المساهم الرئيسي بتنفيذ 10 صفقات شراء بقيمة 41.22 ألف دينار لعدد إجمالي 382.14 ألف سهم. ويذكر أيضا أنه تم إتمام 25 صفقة شراء على أسهم المصرف بعدد إجمالي 1.21 مليون سهم بقيمة إجمالية 127.35 ألف دينار لتصعد الملكية إلى 7.80%. وكانت آخر صفقات الشراء على مصرف الخليجي التجاري لرفع ملكيته 7.69%. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.